تاخد مني روح، ومش بطولي منك تمشي فوق جروح، مش رجولي انك تاخد مني روحي، ومش بطولي منك تمشي فوق جروح. بدك ترحل عاري بس اترك لي ولادي، بدك ترحل عادي بس اترك لي ولادي. اترجاك تخليهن، شو ذنبن تاني اقسيهن، جاي تحاربني فيه وانا كرمالن ضحايا. علمتن حبك مني ونارك حولت جني، لكن ما تحلم اني فيك بيجمعني بيت. بترشاك تخليهن، شو ذنبن تاني اقسيهن، جاي تحاربني فيه وانا كرمالن ضحايا. علمتن حبك مني ونارك حولت جني، لكن ما تحلم اني فيك بيجمعني بيت. ناطر قلبي يركب تتحس بالقوة، وغصب عني ارجع هاي هي القوة. ناطر قلبي يركب تتحس بالقوة، وغصب عني ارجع هاي هي القوة. طفلك تحرق دمه وتبعد عنه قوة، طفلك تحرق دمه وتبعد عنه قوة. بترشاك تخليهن، شو ذنبن تاني اقسيهن، جاي تحاربني فيهن وانا كرمالن ضحايا. علمتن حبك مني ونارك حولت جني، لكن ما تحلم اني فيك بيجمعني بايت. الله الله. بتعرفي اول مره بسمعها هيدي قاعد، هيدي كنت عم بتعلم الغنية وعم بقراها بعد مش حافظتها، بس عيشتها يعني. يعني في اغلاط كتير بس انه حلوه. ايه يعني وانا مثلا هي مثلا هي غلطه من الاغلاط مش موتي. هلا من حماسها خبريني عن هالغنيه. يا الله شو هالغنيه، الله ما في خبرك. لدرجه بتحس انه انت كتبتيها مثلا عشوائي؟ لدرجه بتحس انه مره اللي كاتبتها وام وعاشت التجربه عن جد. يعني فارس شابوبا. صحيح. كيف قدر يحس بهالمشاعر؟ كيف قدر يحس؟ ما حد بيقول ايه انه كيف بيحس انه بهالتجربه عن جد. اللي بيكتب هيك كلام ام مرقت بهالتجربه. انا ام مرقت فيها. انا انحرمت من ولادي شهر ونص مثل الخوطه، ما عارفه وينني. شو تعملي؟ مش يفتش عليهم. وين؟ حوالى بيت الي، حوالى بيت اهله، اخواته، بركي بالمحشي ولد، بركي بشوف. ماشي مجنونة كانت. انا عشت للتجربة وبكيت كتير وتضايقت كتير، وشو بدي خبرك، شو بدي خبرك. ولاد كتير تعذبوا ما عرفتي ولا معلومة ولا شيء؟ لا بعرف انه هني معه. اوكي. هني معه، اخذوا من المدرسة وما عاد شفتهم، لانه شوفير طلع يجيبهم من المدرسه، اخذهم من الشوفير وما عاد شفتهم. يعني عشتها للتجربه، عشتها بمراره. اولادي كثير تضايقوا لدرجه ابني مريض وبنتي ديبرشن. يعني عشنا تجربه طبعا بشعه. يعني كنت عملتي بوقتها هيك بوقفيلي هون اللي قلتي بالغنية. في كتير تعليقات من مستمعين اول مره زعت الاغنيه. طبعا الكل اجمع خاصه النساء انه حبوها. البعض قال يا ريت ما قالت بترجاك. ليه؟ ايه ليه؟ مش غلط الام تنكسر. مش غلط، ما الام بتضحي. انا لا ليكي بدي اقول لك شغله، اذا الام ما بتنكسر
لأولادها وما بتضحي لأولادها منا أم. ايه بترجي ليه ما بترجي هولادي بس غير هيك ما بترجي ولادي حتى ما يعني حتى ما يصير في حرب بالولاد لأنه بالنهاية رح تطلع براسهم. وهي الغنية أنا لو قبل ما كنت قدرت غنيتها على فكرة ما بقدر غنيها كنت ولادي معي والحمد لله يعني بس هيدي ترجمتها بصوتي تجربة ترجمتها بصوتي تجربة كتير نساء وأمهات عم تمرق فيها صرخة لكل الناس تسمع لكل الناس توعى أغنية اجتماعية بحت لا يقولوا لا عم بستغل ولادي ولا عم بستغل وضعي حتى إذا في بالمستقبل موضوع اجتماعي جريء اقدر غني رح غني ما يقولوا استغلال أنا لو بدي استغل ولادي كنت استغليتهم من زمان ماني ناطرة استغل ولادي أنا خليني أرجع نقش معك هالفكرة وهالأغنية اللي من بعدها ما بتقدر تعملي أقل منها رح أسمع رأي الناس مقتطفات من رأي الناس بهالأغنية بنرجع منعلق أوائل مش رجولي إنك تأخذ مني روح غنية كتير حلوة أنا كتير حبيتها وأثرت فيها أكتر بالسر أكاديمي لما غنتها وشفت دمعتها لنوال على المسرح مثل ما كل العالم شافوها تاخد مني روح أثرتني كتير حس إنه المرأة مظلومة يعني ما عم تاخد كل حقوقها بعدها وإيه مظلومة المرأة بدي أقول لها أنا كتير انبسطت إنه هي أخذت حضانة ولادها آه بترجاك تخليهن حبيتها كتير وحبيت نوال لأنها جريئة ولازم كل مرة تكون مثلها وعلى علن غنية كتير بتأثر ويلي ما تأثر بكون بالأحساس كتير حلوة وفيها مشاعر وفيها ومن قلبها حسيتها مثل جروحات المرأة وهيك كل مرأة بتكون معذبة وفي مع قضايا مع أولادها وهيك بتمثل يعني كل مرة بتفكر هاي لقلها الغنية حسيتها صريحة أغنية حلوة كلماتها كتير حلوين ومعبرين كتير حلوة فيها كتير إنه أحاسيس كتير قوية ويرد كل العالم بياخدوا لسهم منها معبرة ومؤثرة هي حلوة وناجحة وقصتها حلوة بس تكون أخف تعبير كلام طبعا حسيتها شوي قوية حلوة كتير الغنية يعني بتعبر مؤثرة و ومش يعني حيلا حدا ممكن يمرق بهيدا الكلام يعني كتير مأسرة غنية بتصور بهالبلد صار عنا كتير هيك كيات وكتير عم يتعذبوا ويتقهروا وصول الغنية كتير مؤثرة حلوة الغنية هي بتعبر عن شعورها وعبرته بطريقة كتير حلوة هو في كتير مشاكل هون انه بغنية وبلا غنية ما بعرف اذا منظهر منهم يعني بس بالنهاية هي صرخة انه عم بتلقوها بيمشوا فيها بصراحة غنيت نوال الزغبة كتير حلوة مع أنه هي استفادت من المشكلة اللي وقعت فيها تتغني هاي الغنية بعتقد هي عم تجرب تحصل على عاطفة الشعب اللبناني الغنية كتير حلوة أكيد بتأثر صرنا نبكي كمان لا عن جد عم بحكي ما عم بمزح أنا أول مرة بس ما تأثرت بعدين تعودنا عليها لا ما حلوة الغنية لأنه بتمثل حياتها الشخصية يعني بس عشان هيك ما حبيتها أنا كتير بتأثر كتير حلوة كتير لبقتلها كتير حلوة بتأثر يعني مثل المجتمع حبيتها كتير أنا هلك عم اسمع كيت لأنه كتير مؤثرة يعني بتخليك تشعري معها كيف عم تتعذب ما عم تشوفه لأولادها المرأة بلبنان كتير مظلومة أنا بعرف ناس مظلومين بالطلاق والحضانة وهيك فيمكن ستان ديبو المهم يكون ديبو المهم تكون ان ديبو هلا عم بيشتغلوا على كذا صعيد هي اجت يعني اون بلوس اول وحده بتغني هيك علمتن حبك مني نارك حولت جني لكن ما تحلم اني فيك بيجمعني زي اوائل أنا بدي أقول للناس اللي إنه عم تستغل حياتها الشخصية لتاخد عطف الشعب اللبناني أول شيء الأغنية مش للشعب اللبناني بس ولا عم بستغل أمور الشخصية يمكن الناس صدقتها أكتر
وحسيتها أكثر لأني مرق بنفس التجربة. بس أنا ما عم بستغل الغنية أبدا، بالعكس موضوع اجتماعي، موضوع بيلامس كل ولد وكل أم وكل رجال وكل بي، لأنه صار في كتير مشاكل بالوطن العربي. الوطن العربي على طول مع الرجل مش مع المرأة، وخاصة الولاد. حتى مش بس بلبنان، وين ما كان تعاطفوا مع الغنية. طبعا في رجال أكيد ما رح تحبها لأنه ما بتعني لهم، يمكن بتضيق رجولتهم. ايه في بيات كتير عنيت لهم لأنه عندهم بنات وعم يمرقوا بنفس التجربة. وأنا بعرف كتير منهم. حتى إخوة عندهم خيات عم يمرقوا بنفس التجربة. أمات، حتى الولاد، أنه الولاد عم بيعيشوا تجارب. هذا اللي بيقلك ابني بدي أخده عند حكيم نفساني، وهذا اللي بيقلك ابني ما عم يقدر يركز، وهذا اللي بيقلك بنتي عندها مشاكل. يعني حالة اجتماعية المفروض الواحد يضوي عليها. ومثل ما قلت صرخة لتكسبي صرخة أم. صح، قالوا لتكسبي عاطف، بس لأنه مش كل الناس عارفة أني كان عندك حق الحضانة وقت غنيتيها. كان عندي حق. أنا يعني الواحد إذا بدي مش يكسب. كانت رسالة يعني عبر أغنية، هي رسالة كل الناس طبعا. هو موضوع اجتماعي. يعني كتير صار فيه، كتير صار فيه هيك حالات. يعني أنا من يومين بتلاقى بست عاملة ديبرشن، ولادها مش معها، قالت لي ما عم تقدر تشيل عوينات الشمس قد ما باكية، بتقلي ما عم بقدر شيل غنيتك من المسجلة، شو عملتي فينا؟ انه غلط، غلط الواحد يدوي على موضوع شو بقوله، يمكن هالقد جريء، هالقد هالاشياء بتبقى بالمحكمة الروحية وبأروقتها، وبتبقى بين بيوت الناس وما بيسترجوا يقولوها على العلن. يمكن شلت الستار عن مطرح ما بدهن. وانا قلت له لفارس، انا قبل ما يكتب فارس الغنية تقابلنا مع سليم سلامة ومع فارس، قلت له انا بدي غنية جريئة بس اكيد ضمن الاداب وضمن المنطق وضمن شرقيتنا. ما في 4-5 ايام بدق لي باسكال بيقول لي في غنية اي ساعة مؤخر، بيقول لي معي سليم على التليفون وسمعي الغنية. أنا بس سمعتها عن جد ما في خبرك، حسيت دموعي رح تنزل، وخفت، خفت غنيها، خفت ما أقدر غنيها، يعني صوتي ما يقدر، يعني دمعت تغصصني. قال لي سليم أنا بصراحة أول ما سمعتها بكيت، وإذا بتحبي هلأ عيد الأم وفيك أنت الوحيدة اللي ممكن تقدر تقدمي هيك غنية لأنك مرقت بهيك. وكتير عجبتني ودغري سجلناها، وكانت مسهلة سجلناها وحطيت صوتي عليها وطلعت غنيتها بستار أكاديمي. بس كنت كتير متوترة وكنت كتير ضايجة لما غنيتها لأول مرة. هيدا بستار أكاديمي كتير كنت متوترة، كتير كنت ضايجة، كتير كنت ليه خايفة من ردة فعل الناس؟ لا ما عفكر بردة فعل الناس، أنا بردة فعلي أنا، لأنه ما بدي يكون ضعيفة، بدي يكون بالعكس لسان كل مرة. لسان كل مرة وقدرت، عن جد قدرت. وهيدا طبعا من ربنا. يعني ما بكيتي؟ ما بدي أقول بكيت أو ما بكيت. بعرف أنه أنا كنت جدا قوية أنا عم غنيها، حسيت بقوة. ما بدي كنت حس بضعف. بس للي بيقول أنه بترجاك، إيه لولادي أكثر من بترشك. نشفت دمعتك؟ دمعتي؟ بيقولوا بتنشف بعد ما نشفت دمعتي. الدمعة هي هي مثل ما بيقولوا بتروي العذاب وبتروي المحن الصعبة. لا ليه بتتجف، بالعكس. الدموع أنا ما فيي أحبس دمعتي، عن جد أنا ما فيي، ما بعرف مثل. يعني أنا إذا تعبانة دغري ببين علي، بس ما بحب حدا يشوف دمعتي. ما بحب. ولا بكي قدام رجال؟ بلا أكيد. بس إنه أكتر الأوقات بفوت عقودتي وبرتاح وحدي. تجربة المحكمة الروحية نوال
يعني بسمع عشرات نساء يوميا بيحكوا عن هالتجربة اللي هي مخيفة، يعني اللي مش داخلها ما بيعرف شو ناطره. عذاب المحكمة الروحية؟ لا، أنا لقيتها هينة، يعني إنه في محامي، في يعني بالنهاية في لازم تروحي على المحكمة مرة أو مرتين، وبعدين هي المحكمة والمحامية هي بتخلص كل الإجراءات. وأنا مش ملاقية في مشاكل ولا صعوبات، بالعكس أنا عندي ثقة بالقضاة. أخذوا الغنية قال بالمحكمة الروحية حبوها؟ أنه أنا سمعت أنه حبوها كتير للغنية، وأخذوها يحطوها كل الوقت بالسال داتانت وهي؟ ما رحت بعد، ما بعرف على أساس هيك سمعت أنه بتحنن القلوب القاعدين. ليه ليش لا؟ مش ممكن ما تهز شعور أي شخص. أنا لهلأ بعد بس قل له بترجاك تخليهن، شو ذنبهم تنقذيهن وترك لي ولادي، ما في خبرك لهلأ. بحس أنه مش أنا اللي مغنيتها على فكرة. صوتك كتير حلو فيها، يعني أكتر من العادة. إحساس، كان إحساس اللي عم بغني مش صوتي. إحساسي. أي متى تعتبري تطلقتي؟ يعني أنا فعليا بعد ما اتطلقت. أوكي. بس قريبا باخد الله رات يعني طلاق. يعني ما بتكون أخذت كتير مثل ما بيقولوا، بيحكوا عن عشرات السنوات. لا. لا ما في عشرات السنوات. لا لا، سنة بتكون تقريبا، سنة، سنة ونص، سنتين، ثلاث سنين، بس ما في عشرات. قلتي لي الأم ما بتضحي ما بتكون أم. لا، أمك أمي طبعا ضحت، ضحت كتير أمي. أكيد ضحت، ضحت لألنا كتير، وبي ضحى كتير لألنا، بيعطيونا الصحة يا رب. بتشوفيها؟ بشوفها وبحكيها على طول. شفتها عيد الشعنينة، ويوم أي يوم لا بنحكي مع بعض. بشو؟ بطل عندكم يعني مشاكل؟ بطل عندها موقف؟ لا، كان في سوء تفاهم، ما في مشاكل، كل يعني كبرت المواضيع. أصلا ولا أم بتحب أنت تتطلع؟ لا يعني. أكيد أنه صار في مثل سوء تفاهم، وبالنهاية هي أمي وأنا بنتها، يعني أنه بالنهاية أنا صرت راشدة وعندي أولاد عائلة وعارفة شو بدي وعارفة لوين رايحة. بقى بليز بتمنى يحترموا لي رأيي ويحترموا لي قراري. كانت أقرب، بس يعني كنا نشوفها حتى بالحفلات وبال، كانت يعني مزبوط مزبوط. كانت تكون بال، مش بكل الحفلات. سفر ما كانت تسافر معي قليل، خيي كان معي أكثر. شو كانت تعطيكي يعني أم قوية؟ أميك يعني بتعطي قوة قوية كتير، قوية بشخصيتها، جبيرة. لا أمي فظيعة يعني. هالأشياء أختيون من، مش أخدي منها هالاشياء. انا انا كل شيء اخذته من بيي، كل شيء، حتى شكلي. ولا صوتي اخذته منه، اخذ منه يمكن عاطفتها الزايده على الاولاد هي كتير. بس الباقي كله اخذته من بيي، شكلي، حنيتي، قلبي، بسامي، عن جد من بيي. هو اخذ موقف ضدك يما؟ لا لا، حدا أخذ موقف ضدي. عايز صار في سوء تفاهم. لا، ولا في معاتبة. أنا مرقت بظروف كتير صعبة، بعدت عن كل شخص ممكن يزعجني أو ممكن يضللي طريقي. أنا عارفة شو بدي وعارفة وين رايحة، وطلعت منها وأصحاب معهم كلهم. مين أصدقائك اليوم؟ أصدقائي اللي هن أصدقائي اللي بقيوا، اللي ما تغيروا وقتها كنت ضعيفة ووقتها رجعت قوية، اللي هن ما تغيروا. علاقتك بالوسط الفني شهدت مصالحات وعودات وهيك، صاروا أصدقائك يما لا بس هيك تصفية نوايا؟ من جهة تصفية نوايا، لأنه ما كنت قريبة من حدا أنا. وأنا بتشكرهم أنه بوضع معين وقفوا حدي. ولا مين؟ نجوى. عملت نجوى؟ ديانا، نجوى حكيتني مرتين واجتمعنا كذا مرة على العشاء، وأنا حديك وأخت يعني. يمكن هلأ مش كتير بشوفهم، هي شغلة وأنا شغلة،
ومثل ما بيقولوا كل واحد أنجأ قايم بالحمل اللي هو فيه، وخاصة أنا هلأ يعني عندي عائلة كمان، أحلام أصالة كلهم. وأكيد هون ما بدي أنسى كمان بتشكر هيفا، هيفا كمان حبيبتي، وعلى طول تليفونات ومنشوف بعض. وكمان ما بدي أنسى السيدة العظيمة الست ماجدة الرومي كمان حبيبتي. ما كان عندك علاقات فيهم قبل؟ الست ماجدة أول مرة كنت بشوفها وبسمع صوتها ومنحكي ومنكون قريبين من بعض. هي عملت مبادرة؟ ايه والله، هي تلفنيت وأخذت رقمي وحكيتني، وعلى طول بتلاقي أنا وياها. وهلأ هالفترة بدي أحكيها، بس أنا كتير من النوع اللي بقول بركة مشغولة بركة بركة بركة. ماجدة رومي شو قالت لك؟ يعني ماجدة كتير قالت لي أنا حدك وأخت وبرافو عليك إنك قوية، ويعني عطيتك معنويات لأنه كمان مرقت بتجربة مشابهة، ونفس المحامية تبعيتي هي كانت محاميتها وقالت لي كتير بتذكريني هيك بوضع ماجدة كمان قبل ما تطلق. كله. شو يقولوا لك؟ يشجعوك يعني؟ يعطوك قوة؟ بالنهاية هن بيعرفوا انه ما في ام بتحب تخرب البيت. اكيد انه عرفوا باللي صار وعرفوا بالامور التانية اللي صارت عبر المجلات والتي في، كله كان حدي وكله كان منصرني. وبالنهاية انا مني بحرب، انا بالعكس انا كتير سعيدة. كلهم مفتكرين انه انا ضعيفة وحرام، لا أنا كتير سعيدة ومبسوطة. إيه إنه بتشكرهم كلهم عن جد، وإن شاء الله ما يمرقوا بنفس التجارب. كل اللي حكيتي عنهم مارقين بنفس التجارب. إيه طبعًا. غريب. إيه. كلهم. ما عدا أحلام إن شاء الله يا رب تضل هي وجوزها. أنا الزواج والفن لا يتفقان. والله كنت دايماً أقول لا أبداً. إيه. بالعكس. لا أنا إذا فرج كنت دايماً يقولوا لي بعد في أنت يا نوال، قال لهم لا 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 أنا تمام وأنا ماسك بقى. إذا بفرجيك الأرشيف تبعك بدي أشكر الفانز تبعك الفظيعين اللي بعتولنا كل شيء. هولي أصحاب بكل معنى الكلمة. على فكرة هولي أصحاب بكل معنى الكلمة، هولي وقفوا حد بأتعس حالاتي. فبالأرشيف الزواج الجميل المدري شو مدري شو. طب شو بدك تقولي؟ طب شو بدك تقولي؟ يعني هلا في اوقات يكون في اشياء حلوه طبعا، بس اكثر الاوقات ما في اشياء حلوه. من هيك وصلنا لهالمرحله يعني. تتجوزي بعد؟ هلا ما افكر بالموضوع. افكر اخلص اول شيء من الزواج اللي انا كنت مرتبطه فيه، وهلا اولادي كل هم الاولاد، وضل ناجحه لأنه أنا النجاح كتير مهم إنرجي بحياتي. نعم. نوال الزغبي رح نحكي كمان بعد هالفاصل عن نجاحاتك الكبيرة، عن الجوائز كمان الكتير اللي تسلمتيها يمكن أنت نسيتيهم. في جوائز أنا كتير رفضت على فكرة، كتير كتير ما في خبرك، ما لقي من وراها أنه في مصداقية، ما لقي من وراها فيها طعمة، أنه خلاص طب ما الفنان ناجح ما محبة الناس، أنه شو بدها تزيد لي جايزة. عرفتي كيف؟ كتير جوائز رفضتها. رح نحكي بعد هالفاصل. ما قلتي لإليسا؟ إليسا الأكبر منك. يا الله بشرق. تعرفي شغلة وحياة الله بآخر من يعلم. أنا كنت كله ضحك بضحك ولعب بلعب. انه بتقول شيء هيك مهضوم يعني، انه قدي اكبر مني يعني، انه بحبها إليسا ما عندي شيء ضدها، بس هي بتضل موتره ما بعرف ليه عن جد. ليه ما قالت شيء؟ ما تاخذ الامور بروح رياضيه. انا ما بزعل منها، بحبها وبسمع لها بعض الاغاني بحبهم يعني. اخر غنيه حبيتها ايها عبالي حبيبي، انه ايه ما في انكر انه ما نجحت، ما في انكر انه ما نحلو، ما في انكر انه ما بسمع لها، بس انه ما عم حارب انا، انه عندي مشاكلي وعندي شغلي، انه مني بوارد لا حاربها ولا حارب غيرها يعني. كنت عم تمزحي؟ كنت شو كنت عم تمزحي يعني لما قلتيها هي؟ هلا هي مزبوطه، بس انه عم اخذتها بمزحه. طب شو بدي اقول انه شو بيجمعكم وشو ما بيجمع؟ طب شو بقول؟ بقول انه
غير جيل وإيه وأنا أهم وهي مش أهم وأنا إنه خلاص قلت شغلة مهضومة وما رأيت عادي. أنا إذا بتقولها بقول لا لا إيه إنه طب أنا أكبر بروح. أنا أكبر يا أختي ما في مشكلة. شو هو الدنيا بالعمر؟ حسألك عن العمر اللي بتخافي منه مع المراية و... هي كتير بخاف دخيلك. شو الحديث السئيل. طيب ما بحب العمر أبدا. بعد الفاصل كمان مازالك حبيتي عبالي حبيبي، يعني جاءت هالأغنية لتحكي عن الزواج السعيد والفستان الأبيض. كيف أنت تفعلتي معه بعد شوي؟ إيه أكيد. إنهم بكلمة 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 أول